قال وزير الخارجيه سامح شكري ان مباحثاته مع نظيره الاماراتي عبد الله بن زايد ال نهيان كانت مثمره وتطرقت للعديد من الامور وعلى راسها التاكيد على الامن القومي العربي. مباحثات اليوم كانت مباحثات منفرده، ثم في حضور الوفدين تم خلالها التطرق الى العلاقات الثنائيه، الى اعمال اللجنه الاقتصاديه التي عقدت بالامس، الى الحرص على إيجاد مزيد من مجالات التعاون فيما بين البلدين على المستوى الاقتصادي. أيضا تناولنا القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الحفاظ على الأمن القومي العربي والعمل المشترك مع شركاء لنا في دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية